زلنا في تجربة هذا الصنف. الصنف المغربي مجهول، ما نعرف تصنيفه، لكن لحد الآن يعني أفضل شيء وصلنا له 7.5 بس. سبع ونص، هذه أكثر شيء وصلنا له. بعض الإخوان عندهم يعني أقل واحد أعطاه 5، أنا أكثر واحد أعطيته 7.5. تحت التجربة يعني نشوف السنة كاملة ويكون بنقرر نستمر في زراعته أو لا. خاصة نستمر في زراعته يعني تخبر، خاصة مثل أنا والإخوان في البيوت يعني أماكن زراعة عندهم محدودة، فهل يسوى أكثر من زراعته ولا أكتفي بالموجود عندي؟ هذه الفكرة يعني. بعض الإخوان احنا كنا بدينا فيه تقريبا في تونا يا بعض يعني، فالبعض وجد فيه مروره، بعض وجد فيه نشفان مثل انا حصلت فيه نشفان، فنعطي سنه عقب سنه نقدر نعطيه حكم، اما الحين لا. فتحنا من داخل، بسم الله. يعني الثمره اللي كانت قبلها فيه نشفان اكثر، هذه لا يعني نشف مو فيه نشفان الحمد لله. هذه من داخل، نعطيك عن تقييم طعمها. يعني أنا ما زلت عند رأيي 7.5 بس زين.